تفرض وزارة الداخلية رقابة حاكمة على منافذ البلاد الشرعية للحيلولة دون استغلالها من قبل التشكيلات العصابية في جلب وتهريب المواد المخدرة، تلك الآفة الخطيرة على المجتمع واقتصاده. وتشكل النجاحات الأمنية في هذا الإطار رادعا حاسما لكل من يحاول جلب هذه السموم القاتلة عبر تلك المنافذ. في هذا السياق، وفي ضربة أمنية استباقية قوية وحاسمة ضمن سلسلة الضربات الأمنية الموجهة ضد العناصر القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة، فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بوجود 3 حاويات قادمة من إحدى الدول ترانزيت ميناء الإسكندرية البحري في طريقها لدولة أخرى، مشمولها المستندي المشروع أقراص كربونات الكالسيوم، مخبأ داخلها كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية. أكدت التحريات وعمليات الرصد والمتابعة مع استخدام التقنيات الحديثة صحة تلك المعلومات، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش الحاويات المتحرى عنها. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شحنة ضخمة من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحاويات 3. أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط 18,736,100 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية. وتقدر القيمة المالية لهذه الشحنة الضخمة من المواد المخدرة المضبوطة ب1,466,888,000 جنيه. هذا الرقم الضخم للمضبوطات وقيمتها المالية يعكس قوة الضربة الأمنية التي نفذتها أجهزة وزارة الداخلية تنسيقاً فيما بينها، مستخدمة التقنيات الحديثة ودقة الرصد والمتابعة التي أحبطت معها تلك العملية للجلب والتهريب، ويؤكد احترافية ويقظة الأجهزة الأمنية في حماية منافذ البلاد الشرعية من كافة محاولات الجلب والتهريب من خلالها.